أدى انحسار المياه في نهر دجلة إلى ظهور مدينة تاريخية ترجع إلى العصر البرونزي، وذلك في منطقة كمونة في محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان العراق. وغالباً فإنها كانت مركزاً هاماً في الإمبراطورية الميتانية التي تعود إلى ما يقارب 1350 إلى 1550 قبل الميلاد، والتي كانت تمتد في جزء كبير من أراضي العراق وسوريا. وقد اكتشف جزء سابق من المدينة في محافظة الموصل عام 2022، وذلك بعد نقص المياه في خزانات سد المدينة، لكن النقص الزائد في هذا العام أظهر الجزء الجديد من المدينة التي تبين أنها واسعة وتحتوي على قصر وعدة مباني كبيرة. ويرجح خبراء الآثار أنها جزء من مدينة زاخيكو الميتانية. أشار بيكي سي بريفكاني مدير الآثار والتراث في دهوك إلى أن نقص جريان مياه نهر دجلة أدى إلى سحب المياه من خزان الموصل لكي تروي الأراضي الزراعية، وهو ما أظهر هذه المدينة الأثرية التي لم يجري التنقيب عنها بشكل مسبق. وقد أضيف هذا الموقع الأثري إلى خريطة الأماكن التاريخية في البلاد، ويعمل الباحثون في التنقيب عما تتضمنه هذه المدينة التي كشفت حتى اللحظة عن مجموعة من المباني الضخمة والتي تحتوي على تحصينات كبيرة وأبراج وبناء كبير بعدة طوابق مخصص للتخزين، بالإضافة إلى مجمع صناعي. ولكن لم يتم الكشف بدقة عن مساحة المدينة لكون جزء كبير منها ما زال تحت المياه، لكن البحث جار عنه، وخصوصا في موسم الجفاف وقلة مستوى المياه، ولذلك قد تظهر معلومات جديدة عنها ذات قيمة كبيرة. لقد تم نقل المكتشفات إلى دائرة الآثار في مدينة دهوك، والتي هي خزفية تضم أرشيفا فيه ما يزيد عن 100 لوح مسماري يعود إلى الحقبة الآشورية الوسطى. وقد أوضح بريفكاني بأن الموقع المكتشف غير جاهز لاستقبال السياح، فقد قام المعنيون بتغطية الموقع للحفاظ عليه، ورفعت سواتر من الحجارة والرمال بجانبه لحمايته من ارتفاع منسوب المياه وضمان استمرار الأعمال الاستكشافية فيه. بموازاة هذا، يقول الخبراء بأن حضارة ما بين النهرين تضم الكثير من المواقع الأثرية الغير مكتشفة، والتي تحتاج إلى جهود بحثية من قبل الباحثين العراقيين والأجانب. فقد قدمت وزارة الثقافة أيام الوزير الأسبق عبد الأمير الحمداني خريطة تتضمن 15,000 مكان أثري في جميع أنحاء البلاد، والتي تكون الهوية التاريخية للحضارات التي مرت على أرض العراق، ولم يتم الكشف سوى على 12% منها. تشير التوقعات إلى أن أكثر الأماكن التي تحتاج إلى التنقيب والاستكشاف هي وسط وجنوب البلاد، والتي تخفي وراءها آثاراً ترجع إلى العصور القديمة اعتباراً مما يقارب 3000 عام قبل الميلاد وصولاً إلى العصور الوسطى. اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولاً بأول.